احتضنت الجدران مدرج الشريف الإدريسي بكلية الأداب والعلوم الإنسانية اليوم الجمعة 1 مارس بالرباط ندوة نظمتها الجمعية المغربية للتراث والثقافة الشعبية والنادي 24، تناولت الظاهرة الغيوانية كموضوع لها، حيث تم تكريم عمر السيد أحد مؤسسي فرقة ناس الغيوان. كدورة أولى كان الاختيار ديال الفنان عمر السيد والظاهرة الغيوانية، فاحنا كنكرموا في هذه الدورة الظاهرة الغيوانية وعمر السيد، وبالتكريم ديالهم كنديروا التكريم للدارجة المغربية والتراث والثقافة الشعبية المغربية. وقد استعرض المتدخلون في معرض حديثهم بعضا من الخصوصيات التي تميزت بها مجموعة ناس الغيوان التي أعطت للفن المغربي صفة العالمية وجعلت منه تراثا شعبيا ينطق بلسانها ويعبر عن أحوال عامة الناس. هذا كيدل على أن هاد الناس مازالين يسيرون كل مكان، يعني مسيرين الرواد وعندهم واحد الإصرار على تنمية هاد التراث بكل أصنافه، كما كان نوعه للقناوي للعيطة لحتى في المسرح وفي السينما. صراحة أنا شكرا لهم. امتد شعاع مجموعة ناس الغيوان إلى خارج الحدود وصدحت ألحانها في مسارح عالمية كبرى، والتف حولها جمهور غفير من مختلف الفئات والأعمار، وهذا تكريم يعد اعترافا بالجميل لما قدمته هذه المجموعة للساحة الفنية المغربية.